مرحب بيكم يا جماعه واهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد من فيديوهات توقعات الابراج. النهارده هنتكلم عن توقعات الاسبوع الاول لشهر مارس، وهنتكلم عن اليومين اللي احنا فيهم دولت، يوم 2 و3 و4 مارس. ايه اكتر ايه اهم التوقعات، والقمر موقعه فين، ومين الابراج التي يجب ان تحذر، مين الابراج اللي لازم تخلي بالها. يبقى هنتكلم على 3 ايام اللي هو النهارده سبت وحد والاثنين، اللي هو 2 و3 و4 القمر موجود في برج القوس. القمر النهارده من اول النهارده خلاص هو انتقل لبرج القوس من النهارده الظهر، يعني الصبح كان موجود في برج العقرب، هو كان بقاله يومين في برج العقرب، فالنهارده اتنقل لبرج القوس وهيستمر لمده يومين كمان زياده في برج القوس اللي هم الحد والاثنين. عايزين نتكلم عن تاثيرات قمر القوس. زي ما احنا عارفين ان الشمس موجوده في الحوت، القمر في القوس، عطارد في الحوت، فينوس لسه موجود في برج الدلو، المريخ موجود في الدلو، وهنتكلم عن انتقالات هذه الابراج وتاثيراتها. كمان عندنا يا جماعه في حدث فلكي مهم جدا جدا، يعني هيبدا تاثيراته من يوم 7 اللي هو النيو مون بتاع برج الحوت، القمر جديد في برج الحوت، فدي فتره بتبقى يعني شويه لازم نحذر فيها. طيب خلونا نتكلم عن تاثير ومين الابراج التي يجب ان تحذر، ومين الابراج الاكثر حظا لازم تستغله الثلاث ايام دول. طيب اول حاجه عايزين نوصل فيديو 20,000 لايك و20,000 كومنت، وكمان اكتبوا لي كومنتس كتيره جدا واعملوا شير كتير للفيديو علشان دي حاجه بتدعم الشانل، وكمان قولوا لي تتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه عشان ببسط جدا اعرف الناس بتتابعني من فين. والحجز 1 تو 1 سيشن معايا بليز تبعته على الايميل، وان اوف ماي تيم هيرد عليكم بكل التفاصيل. طيب اول حاجه اخيرا برج الحمل، اخيرا يا حمل بدات تفوق، كان بقالك فتره تعبان، كان بقالك فتره مخنوق، كان بقالك فتره مضغوط، فاخيرا عندك 3 ايام حلوين قوي النهارده وبكره وبعده، 3 ايام من اجمل المواقع بالنسبه لك. قمر القوس بيدعمك، بيديلك نشاط، بيديلك حيويه، رجوع علاقات، مصالحات، طاقتك حلوه، عندك انرجي، واثق في نفسك، فاخيرا عندك 3 ايام كده انت مبسوط منور كده، عندك انرجي، عندك نشاط، مبسوط من نفسك، فلازم تستغلوا الثلاث ايام دولت لمصلحتكم يا برج الحمل. ان بعد كده من يوم 5 ستة القمر هيتنقل لبرج الجدي، دول موقعين شويه مش سبورتيف ليك يا برج الحمل، فثلاث ايام النار، ثلاث ايام انت واحد من اكتر الابراج المحظوظه اللي عندكم طاقه، حتى علاقاتك في العمل، علاقاتك العاطفيه، وفي كل حاجه عندك طاقه حب رومانسيه، فثلاث ايام جمال، ثلاث ايام بتحس بقيمه نفسك، ثقتك بنفسك بتزيد جدا جدا يا حمل. طيب تاني برج هو برج الثور. اوف يا برج الثور، اخيرا بدات تفوق من اخيرا بدات تفوق من اليومين الصعبين اللي عدوا عليك. الثور كان تعبان جدا جدا يومين اللي فاتوا لان القمر كان ضاغط عليك في برج العقرب، فكان عندك يومين صعبين، يومين مش سهلين، يومين نفسيا ما كنتش في افضل حاجه، فبتبدا اخيرا يا برج الثور ان انت تلاقي نفسك، تبدا تفوق، تبدا تهتم بنفسك، فانت عندك الفتره دي قرارات حاسمه، مهتم بالعمل، وعندك لمه، وعندك يعني في ناس كتير حواليك وشايفه ان عندك في قرارات لازم تاخدها. انا شايفاك افضل بكتير 5 و6 لان القمر هيتنقل لبرج الجدي صديق ليك، بس انت كده كده الثلاث ايام دولت شايف عندك شغل كتير بس بتنجز، يعني عندك طاقه انجازات، فانت افضل كمان من اليومين اللي فاتوا، فيعني جود لك يا برج الثور، بس لو في حاجه مهمه قوي او قرار مهم قوي اجلوها ليوم 5 و6. بعد كده برج الجوزاء. اوف يا برج الجوزاء، انت من الابراج التي يجب ان تحذر وتخلي بالها كويس جدا جدا لاي حاجه ليها علاقه بشراكتها، يا اما عندك انتهاء شراكه او انتهاء علاقه او مشاكل في شراكه سواء عاطفيه او عمليه او مهنيه او ماليه، او عندك بدايه شراكه جديده، في شراكه جديده انت بتديها شراكه جديده انت هتهتم بيها، فعندكم بدايه جديده او بدايه شراكه جديده يا برج القوس يا برج قصدي الجوزاء. فخلي بالك هما يومين ثلاث ايام شويه ممكن تحس ان انت مكسل، اوت اوف ذا مود، ما تدخلش في مواجهات مع البارتنر بتاعك او مع الشريك بتاعك، بلاش تدخل في مواجهات في صراعات لان انت اللي هتطلع الطرف الخسران. قولوا لي يا جماعه تحبوا نتكلم عن ابراج ايه لشهر مارس 2024، اوريدي عملنا جزء، وقولوا لي تحبوا نكمل بقيه الابراج نتكلم عن ايه، يعني امبارح عملنا الحوت، عملنا الحوت، عملنا العذراء، عملنا الجدي، عملنا القوس، عملنا الدلو، عملنا الميزان، لسه فاضل الحمل والثور، وفاضل كمان الجوزاء والاسد، دول الابراج اللي لسه فاضله. بليز قولوا لي تحبوا نتكلم بالترتيب عن ابراج ايه، وعايزين نوصل فيديو 20,000 لايك و20,000 شير، تابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك. طيب بس طيب بعد
كده خلونا نتكلم عن برج السرطان. برج السرطان كان بقالك يومين حلوين لان قمر العقرب كان بيدعمك، الا ان الفتره دي عندك شغل كتير، عندك مشاوير كتير، حركه كتير، مطلوب منك حاجات كتيره، بس انت طاقتك حلوه. يعني مش ايام، هي ايام مجهده بس في نتائج، في ايام مجهده من غير نتائج. لا، الثلاث ايام دولت انت مشغول، عندك حاجات كتيره، مطلوب منك حاجات كتيره، بس يو ار جود، مش وحش خالص، بالعكس انت بتنجز وبتحاول ان انت تخلص وبتحاول ان انت بس بس يا انت وهو عمر بلوك. انا كلابي بتحب تتخانق مع بعضها دايما وقت اللايف بتاعي. بلوكم بلو، امشي وسيبهم يا بلو، تعالى بس بهزل هزل، اندهلهم يا عمر. بصوا يا جماعه، كلابي بتشوف اي كلاب في الشارع بيعملوا حفله، هما بيهوهوا عشان شايفين كلب في الشارع معدي من تحتيهم، فلازم عايزين ينزلوا يتخانقوا معاه. الكلب اللي تحت في الشارع قد كده وهم قد كده، بس هما كده، هما كلابي برج الثور على فكره، مولودين يوم 17/5، فشايفين نفسهم قوي بصراحه يعني. طيب، فبرج السرطان انا عايزاك تنجز كل حاجه عندك وخلص كل مشاريك وراك في 3 ايام دولت قبل يوم 5 و6، لان 5 و6 بيبقى القمر موجود فيها في برج الجدي، فبتكون تعبان، بتبقى مجهد كده، بتبقى اوت اوف ذا مود، بتبقى مش مبسوط، بتبقى تعبان نفسيا، تعبان صحيا. فانت عندك 3 ايام شغل كتير، بس مش يعني الدنيا ماشيه. فالسرطان شغل كتير، مشاوير كتير، مطلوب منك حاجات كتير، بس يعني اوكي الدنيا ماشيه. طيب، بعد كده خلونا نتكلم عن برج الاسد. برج الاسد اخيرا بتبدا تفوق من اول النهارده الظهر. الاسد كان بقالك فتره يو ار اوت اوف ذا مود، متضايق، مخنوق، تعبان، عندك مشاكل، فاخيرا بتبدا تفوق، بيبقى عندك نشاط، عندك اكتيفيتيز كتير، مهتم بعيلتك، عندك رجوع علاقات، علاقتك مع البارتنر بتاعك بتتحسن وتبقى افضل بكتير جدا، لان القمر القوس بيدعمك. فثلاث ايام من نار، ثلاث ايام انت من ملوك الحظ ومن اكتر الابراج المحظوظه. يبقى كده يا جماعه، من الابراج التي يجب ان تستغل النهارده من اول النهارده الظهر، لان الصبح كان القمر موجود في برج العقرب. 1 الاسد، 2 الحمل، وقلنا برضو الجوزاء يخلي باله كويس قوي، لان القمر في مواجهته او بعكسه او بعنده في برج القوس. وقلنا كمان ان السرطان عنده شغل كتير، بس يعني ينجز، لان بعد كده يوم 5 و6 يومين صعبين جدا على برج السرطان. طيب، ندخل بعد كده على برج العذراء، اللي هو برج، يا جماعه مين برج العذراء؟ زي الناس بتاع برج العذراء يقولوا انا 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 انا. برج العذراء عندك 3 ايام فيهم شغل كتير، 3 ايام اهتم فيهم بالبيت، اهتم فيهم بالاسره، اهتم فيهم، عندك يعني عندك يعني في مشاكل ممكن تكون في عقر دارك في بيتك، فخلي بالك برضو، اهتم باسرتك، اهتم بعيلتك، يعني لو في مشاكل في الاسره حاول تحلها، علاقاتك مع اهلك، علاقاتك مع اولادك، مع باباك ومامتك، مع اخواتك، اشتغل على العلاقات الاسريه او على بيتك. ممكن تكون بتنظم حاجات في البيت، بتخلص حاجات في البيت، ممكن برضو يكون عندك ستريس في الشغل، حاجات كتير، اضواء مسلطه عليك في الشغل، ناس كتير بتقعد تسالك عملت ايه، خلصت ولا لا، فستريس وضغط. فلا، 3 ايام مش سهلين بصراحه برج العذراء، 3 ايام انت يعني مشغول، مش مبسوط، تحس ان الدنيا بتجري بيك كده، اللي هو مش عارف اروح في كذا واعمل كذا وخلص، وتحس ان انت نفسيا لست بافضل حال. فثلاث ايام صعبين على برج العذراء بصراحه، بس انت افضل بكتير جدا يا برج العذراء يوم 5 و6 لما القمر 2 لبرج الجدي. يبقى احنا يا جماعه القمر موجود، نراجع تاني مع بعض، القمر موجود من اول النهارده، 2 و3 و4 موجود في برج القوس، 5 و6 القمر موجود في برج الجدي، 7 و8 القمر موجود في برج الدلو، 9 و10 القمر موجود في الحوت، ماشي؟ طيب، نرجع بقى لبرج الميزان. هو 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 يا برج الميزان، شايفك مبسوط، فرحان، عندك علاقات، عندك ثقتك في نفسك بتزيد، بتبدا تستريح، كان بقالك 3 ايام قمر العقرب ضاغط عليك، وكنت تعبان، وكنت مخنوق، وكنت مش مبسوط، فبتبدا اخيرا تفوق، تبدا اخيرا تبقى افضل واحسن، طاقتك حلوه، وتحس كده ان انت هوف ريلاكس كده، علاقاتك العاطفيه افضل، عندك نشاط في الشغل، برده شهره، مبسوط، مطمن، فانت افضل بكتير جدا جدا. فثلاث ايام ولا اجمل ولا اروع ولا احسن، استغلهم لمصلحتك يا برج الميزان، وتلاقي الدنيا ماشيه معاك زي السكينه في الحلاوه. ثلاث ايام استغلهم لمصلحتك يا برج الميزان. بعد كده برج قلنا الميزان، بعد الميزان مين؟ العقرب. اوف، برج العقرب، خلي بالك بقى يا برج العقرب، شايفاك بتهتم بحاجه صحيه، او عندك طاقه صرف فلوس كتيره، او فلوس كتيره بتجيلك، في طاقه
مصاريف، يا اما بتدفع حاجه، بتستلم فلوس يا بتستلم فلوس يا بتدفع فلوس، فشويه عندك طاقه صرف، صرف كتير، تحس ان انت عايز اشتري ده وعايز اعمل ده وعايز ادفع في ده، فطاقه صرف، طاقه مصاريف كتير، فلوس كتيره، يا اما بتستقبل فلوس لان القمر في بيت المال عندك، يا اما بتستقبل فلوس، يا اما القمر والثور والعقرب القمر في بيت المال عندك، فعندكم شغل كتير، عندكم مصاريف كتير، بتخلصوا حاجات، بتنجزوا حاجات، فحاجات خلي بالك بس بلاش تصرف فلوس زياده عن اللزوم. بعد كده برج القوس، هو يا برج القوس، 3 ايام جمال، 3 ايام نشاط، شهرة، انتشار، سعادة، طاقة حلوة، بتقضوا اوقات حلوة، عندكم قلب. لا سألة. لو محمد قوله مامي هتكلمه كمان شوية، ما تفتحش الباب، قوله محمد مامي هتكلمه كمان شوية. مين برا؟ ماشي اقوله كمان شويه عشان مامي بتصور. خدها منه يا عمر، خدها منه. طيب حطوها على السفره. معلش يا جماعه ده السفره. انا عارف يعني ايه دي السفره دي، ابني مش عارف يعني ايه السفره دي. لا هنا عشان الكلاب ما تمسكهمش دي. ماشي. لا اقعدوا ياكلوا فيهم يا عمر، شيلهم على السفره هناك. وديهم المطبخ، وديهم المطبخ. لا هيطلعوا ياكلوا فيهم. انت خدهم هحطهم. بصوا يا جماعه البواب جايب لي طبق كنا عمر ما تهزرش. وديهم المطبخ، خلي بالك عشان ما يقعوش. مستفز. فبرج القوس انتوا ملوك الحظ، انتوا الابراج الاكثر حظا، 3 ايام لازم تستغلوهم، عندكم نشاط، عندكم حيويه، بتسمعوا اخبار حلوه، بتقضوا وقت حلو، الانرجي بتاعتكم عاليه، فاستغلوهم لان 5 و6 ممكن يكونوا يومين تقال عليكم. عندكم حظوظ، عندكم ارباح، اسمكم بيلمع، عندكم شهره، بتحققوا حاجه نفسكم فيها، فبجد انتوا يا برج القوس من اكثر الابراج المحظوظه. طيب نيجي على الجدي. الجدي نهدى بقى يا برج الجدي. شايفه برج الجدي ممكن تحس كده بطاقه هدوء كده، مش قادر، تعبان، مجهود كتير عندك، برضو بعد عن مخالفه القوانين، تحس ان انت مش عايز تتكلم مع حد، عايز تنطوي شويه، عايز دماغك وجعاك، مهتم بالشغل اكتر، فانت اي حاجه مهمه يا برج الجدي تاجلها اليوم 5 و6. خلينا 5 و6 القمر هيكون عندك انت، بيدعمك انت، بيديلك طاقه انت، اي حاجه، اي حاجه مهمه يا برج الجدي نخليها يوم 5 و6. بلاش تدخلوا في صراعات، بلاش مشاكل، بلاش مواجهات، فتكر يا برج الجدي. اما بعد كده برج الدلو، واحد من عندك يومين حلوين قوي، يومين موجزين، يومين طاقتك فيهم حلوه، بتنجز فيهم حاجات، مبسوط، فرحان، بتقدم، مدعوم، بتشتغل وبتلاقي نتائج لشغلك، فبرضو عندك 3 ايام حلوين قوي النهارده وبكره وبعده، استغلهم يا برج الدلو. عندك سعاده، بتنجز حاجه، بتخلص حاجه، طاقتك حلوه، نشاط، فثلاث ايام حلوين. اما برج الحوت فالقمر في اعلى نقطه فلكيه عندك، فانت تحت الاضواء، خلي بالك، اما بيديلك شهره، اما بيديلك اسمك بيلمع، يا اما بيديلك نجاح وتحقيق امنيه وتحقيق شيء كان نفسك فيه، يا اما بيعمل لك مشاكل مع اشخاص عندهم سلطه او عندهم نفوذ عليك، فخلي بالك من علاقاتك مع اي شخص عنده سلطه او عنده نفوذ عليك يا برج الحوت، يعني ابتعد عن مخالفه القوانين، ان انت تعمل حاجه الليجل او ان انت تعمل مشكله، لان هتبقى متشاف، اي حاجه هتعملها متشاف. طيب يبقى مين الابراج التي يجب ان تحذر مده 3 ايام من اول النهارده السبت والحد والاثنين؟ انزل يلا انت وهو. السبت والحد والاثنين هما بالترتيب الابراج التي يجب ان تحذر: 1 برج الجوزاء، 2 برج العذراء، 3 برج ال 3 برج الجدي، 4 برج السرطان، برضه عنده شغل كتير، العقرب والثور، يعني شايفه ان عندكم شغل كتير ومصاريف كتير، هي بس بيت المال، اما فلوس بتجيلكم اما بتدفعوا فلوس. والحوت يخلي باله من اي حاجه ليها علاقه بنفوذ وسلطه مع اشخاص او مخالفه القوانين. اما ملوك الحظ اللي لازم يستغلوا الثلاث ايام دولت، عندهم طاقه حلوه وعندهم انجازات حلوه، وثلاث ايام داعمين واشتغلوا على اي حاجه هم عايزينها بالترتيب كده: 1 الاسد، 2 1 الاسد، 2 القوس، 3 الحمل، 4 الدلو، 5 الميزان. والبرج اللي بتخلص منه عكسه القمر ليه يومين اللي فاتوا هو الثور، يعني لو قارنا الثور امبارح واول امبارح بالنهارده وبكره وبعده هو افضل بكتير جدا جدا. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، وقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه، قولوا لي ايه المواضيع اللي تحبوا نتكلم عنها في خصوص علم الطاقه، لان انا الفتره الجايه عايزه اتكلم اكتر عن قانون الجذب. وبليز يا جماعه اعملوا لي فولو على قناتي الجديده على الفيسبوك اللي هي اسمها وزيره السعاده رشا مراد،
وبليز كمان تعملوا شير كتير كتير للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من المتابعين. وقولوا لي بتابعوني مدينه ايه ومن بلد ايه والحجز 1 تو 1 سيشن معايا باي في اي موضوع تبعتوا على الايميل وتقولوا انتم من فين وانا في ماي تيم هيرد عليكم بكل التفاصيل. شكرا، باي باي، مع السلامه. اي لاف يو اول، مع السلامة.